قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. من هذا الذي يستغفر؟ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يستغفر. ما حالك مع الاستغفار؟ ما هو نصيبك في كل يوم وأنت تعلم أن من العبادات العظيمة هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار؟ قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا. وقال: من سره أن ينظر إلى صحيفة يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. وفي الحديث القدسي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لقمان الحكيم الذي سمى الله سبحانه وتعالى سورة باسمه في كتابه قال لابنه: يا بني عود لسانك رب اغفر لي. عود هذا اللسان رب اغفر لي وانت رايح وانت راجع وانت نازل وانت طالع. طيب ماذا بعدها؟ قال: فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا.